غير الموقف وكيف يمكن لترامب تحقيق ذلك حال فوزه وما الآثار المحتملة على السوق؟ هذا ما أناقشه مع ضيفي أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة أكويتي من عمان. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، وبرأيك ما الدوافع التي جعلت ترامب يزيد اهتمامه بالعملات المشفرة ويغير موقفه بشكل جذري؟ مساء الخير أستاذ دينا، شكرا للاستضافة. نعم، تغيير واضح بالنسبة لنظرة دونالد ترامب. عام 2019 ذكر بأنه أسواق العملات الرقمية متقلبة بشكل كبير جدا، وحتى أن السيولة قد تأتي من الهواء. عام 2021 ذكر بأن العملات الرقمية قد تكون هي عملية احتيال. تغيير بشكل كامل بشكل متتالي، حتى نظرة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون تغيرت بعض الشيء مع صناديق الاستثمار المتداولة الفورية وللعقود الآجلة في الفترة الماضية. قد يكون بداية التشريع، بداية التنظيم للوائح في الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت من بيوت الأموال مثل بلاك روك وفيدلتي في الفترة الماضية، عندما تم تشريع إمكانية التداول عبر صناديق الاستثمار المتداول لعملتين رقميتين هي البيتكوين والإيثيريوم. بكل تأكيد عندما ننظر إلى التغيير نظرة دونالد ترامب، سواء بذكره أنه هي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، عاصمة العملات الرقمية من ناحية أخرى، وعوده بإمكانية طرد حتى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جانسلر المتعارف عليه بأنه قد يؤخر بعض عمليات التنظيم بالنسبة للعملات الرقمية، تغيير جذري، تغيير ما يقارب 180 درجة حتى بالنسبة لدونالد ترامب، قد أعزيه في هذه الفترة في الفترة الحالية بأنه إمكانية قد تكون هي نظرة بشكل أكبر كحملة انتخابية. بكل تأكيد ما يحتاجه مستثمرين العملات الرقمية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحمل أكثر التدفقات بالنسبة للسيولة المالية، وهذا ما أثبته صناديق الاستثمار المتداولة في الفترة الماضية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحمل سيولة عالية جدا من العملات الرقمية. كثير من المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة يستثمرون في العملات الرقمية، فبالتالي قد تكون هي محاباة بعض الشيء. كما ذكر البعض أنه صديق للعملات الرقمية، وجوده قد يكون هو صديق للتنظيم اللوائح في الفترة القادمة، قد تكون بشكل أكبر هي دافع سياسي في الفترة الحالية لإمكانية دفع الناخب الولايات المتحدة الأمريكية نحو صناديق الاقتراع لدفعه بشكل أكبر في الفترة القادمة. بكل تأكيد قد يكون هناك تنظيم في الفترة القادمة، لكن على ما أعتقد التنظيم قد يكون صعب بعض الشيء، إلا إذا اقتصر على عملتين رقميتين أو ثلاث عملات رقمية من الأكبر قيمة سوقية هي البيتكوين والإثيريوم، كما حصل مع صناديق الاستثمار المتداولة في الفترة الماضية. هو تحدث أيضا عن وجود البيتكوين كجزء من المخزون الاستراتيجي في الولايات المتحدة. نحن نتحدث عن احتياطيات، كيف يمكن أن تكون البيتكوين والعملات المشفرة يعني رقما مهما في هذه المعادلة، خاصة أننا نواجه يعني بعض المواقف المختلفة من قبولها أو رفضها من عدة دول وبنوك مركزية عالمية؟ يمكن التجربة في الفترة الماضية كانت تجربة السلفادور بالنسبة للبيتكوين، كتحديدا كاستراتيجي احتياطي بالنسبة للبيتكوين بالنسبة للبلاد. على ما أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون هناك بعض التغيرات، لن يكون هو احتياطي قياسا بالذهب أو الدولار الأمريكي، قد يكون هو احتياطي لما هو متواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد الفترة الماضية تم الاستحواذ على العديد من العملات الرقمية حكومية من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن تلك الأموال اللي تم الاستحواذ عنها هي سوف تكون الاحتياطي في الجزء الأول. الناخب في الولايات المتحدة الأمريكية كان يعتقد بأن مؤتمر البيتكوين الذي حصل بالإجازة قد يكون هو إشارة أكبر من دونالد ترامب حول الاحتياطي للبيتكوين، أي اعتماد البيتكوين كاحتياطي أوسع مقارنته بالذهب والدولار الأمريكي. لكن إشارات دونالد ترامب على ما أعتقد كانت واضحة جدا أنه قد يتم الاعتماد كاحتياطي من جزء الأموال المتواجدة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. كما ذكرت أستاذ دينا، قد يكون هو التشريع تنظيم اللوائح في للعملات الرقمية قد يكون صعب جدا في الإمكانية ممارسته. بكل تأكيد هنا الحديث عن اللامركزية، اللامركزية صعب ضبطها بشكل كبير جدا، لذلك أعتقد أنه قد يكون مقتصر على احتياط متواجد من ناحية، من ناحية أخرى قد يكون الإدراج بالنسبة للتنظيم
في الفترة القادمة حول العملات الرقمية الكبرى، كما سمعنا في الفترة الماضية البيتكوين الإيثيريوم، وقد يكون هناك عملات رقمية أخرى مثل سولانا في الفترة القادمة. كيف تفاعل المستثمرون في هذا القطاع وطبعا العاملين في قطاع العملات المشفرة مع موقف ترامب؟ يمكن في الفترة الماضية كان هناك رسائل تفاؤل بالنسبة لمجتمع العملات الرقمية بدءا من عام 2024 عندما ننظر إلى أسعار الفائدة، وهناك تفاؤل حول تخفيض أسعار الفائدة، فبالتالي قد يكون هناك ضعف للدولار الأمريكي وارتفاع للأصول الاستثمارية المقاسة بالدولار الأمريكي من ناحية. من ناحية أخرى تحديدا مع خطاب دونالد ترامب، اليوم البيتكوين سجلت ما يقارب 70,000، ويعتبر أداء أسبوعي ممتاز ما يقارب 6 أسابيع متتالية في الفترة الماضية، فبالتالي حالة التفاؤل قد تكون أعزيها حاليا بهي اشتراء الإشاعة، وقد يكون هناك بيع الخبر عند حصوله. بكل تأكيد هنا أستاذ دينا، ما يتم أخذه من دونالد ترامب هو لحتى الآن ليس على محمل الإمكانية بشكل حقائق وبشكل واقع. بكل تأكيد ننتظر إلى 5 نوفمبر إلى موعد الانتخابات للولايات المتحدة الأمريكية لكي يتم قياس هل سوف يتم تشريع بشكل أكبر، هل سوف يتم تمرير التنظيم اللوائح بشكل أكبر مع انتصار دونالد ترامب، أو لو استطاعت كاملة هاريس تغيير الانتخابات الرئاسية، خاصة بأنه الانتخابات الرئاسية قد عادت لنقطة الصفر في الفترة الماضية. لكن أداء والتفاؤل بالنسبة لمجتمع العملات الرقمية كان متواجد مع خطاب دونالد ترامب، ارتفاعات تعتبر جيدة ليس فقط للبيتكوين بل أيضا للعملات البديلة في تداولات اليوم وحتى تداولات الأمس. دائما يضع دونالد ترامب أمامه النموذج الصيني ويكرر رسائله بأن الولايات المتحدة تحت قيادته ستعزز تفوقها في جميع المجالات. كيف يمكن أن يطبق ذلك في مجال التكنولوجيا المالية الذي يعني تتفوق فيه الصين وتقطع أشواطا كبيرة؟ يمكن الاعتماد على البلوك تشين في الفترة القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية هو المغزى بالنسبة لدونالد ترامب. بكل تأكيد الاعتماد على البلوك تشين يعني بكل تأكيد ترانزاكشنز أو تحويلات مالية أسرع، أقل تكلفة بالنسبة للتحويلات المالية. عندما ننظر إلى الوضع الصيني، الوضع الصيني لحتى الآن أيضا مناهض بالنسبة للعملات الرقمية، مناهض بشكل كبير. يعني حتى اليوم جاستن سون هو أحد مؤسسين العملات الرقمية، مؤسس عملة ترون، كان قد ذكر بأنه يجب على الصين أن تتجه بشكل أكبر لشرعنة العملات الرقمية قبل أن يأتي دونالد ترامب ويطفي الشرعية. عندما ننظر إلى المعطيات بكل تأكيد يمكن بودينا للتاريخ إلى عام 2019، هي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. البعض قد يشبه أن العملات الرقمية أو رقمنة التكنولوجيا في الفترة القادمة قد يكون هو الصراع القادم بالنسبة لدونالد ترامب مع الصين لو حصل على الرئاسة الأمريكية. برأيك من الخاسر والمستفيد الأكبر في عالم الأصول الرقمية في حال فوز دونالد ترامب في سباق الرئاسة الأمريكية؟ يمكن المستفيد الأكبر بكل تأكيد مجتمع العملات الرقمية بشكل كامل، خاصة مستثمرين البيتكوين. استثمار البيتكوين في الفترة الماضية كان قد ارتفع بشكل كبير، التدفقات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية شهد ارتفاع بشكل كبير جدا. عندما نتحدث هنا أستاذين عن بيوت المال الكبرى مثل بلاك روك وفيدلتي، تحمل بكل تأكيد تحمل الصناديق أموال كبيرة جدا. توجهات كانت على العملات الرقمية كان واضح جدا، المستثمرين ورغبة الاستثمار في العملات الرقمية كان واضح جدا في الفترة الماضية. فبالتالي أعتقد أن المستفيد الأكبر قد يكون مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم، قد يكون هو مستثمرين العملات الرقمية في الفترة القادمة. قد نشهد ارتفاعات بشكل متتالي، ارتفاعات بشكل كبير. الخاسر الأكبر لا يمكن تحديده حاليا، أحتاج بكل تأكيد الصورة أوضح بالنسبة لي لتوجهات دونالد ترامب بشكل أكبر. أعتقد قد لن يكون هناك خاسر بشكل كبير، أي بمعنى أن لن يكون هناك توجه للعملات الرقمية ومحاولة إلغاء البنوك التقليدية بشكل كبير أو العملات التقليدية، فبالتالي قد يكون هناك توازن بعض الشيء بسياسة دونالد ترامب بين ما يسمونه العملات الرقمية وبين ما يسمى العملات التقليدية. فبالتالي قد لن يكون هناك خاسر أكبر، لكن المستثمر
هو الرابح الأكبر بالنسبة لمجتمع الأونات الرقمية على ما أعتقد لو ما وصل دونالد ترامب إلى سدة الحكم. بشكل عام كيف تنظر لتطور هذا القطاع في السنوات المقبلة والتأثير على الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال؟ بكل تأكيد العملات الرقمية، سرعة الحوالات اللامركزية، حتى محاولة التطور بكل تأكيد عندما ننظر إلى التطور في الفترة الماضية بالنسبة للعملات الرقمية، صار في عندنا ديفاي، بلوك تشين، لير 1، لير 2. بكل تأكيد عندما ننظر إلى المعطيات المتواجدة هناك تقدم واضح بالنسبة للعملات الرقمية. حتى عندما ننظر إلى العملة نفسها، العملات الرقمية نفسها، على سبيل المثال الإيثيريوم، تم تحديث على بيئة العملة بشكل متتالي في الفترة الماضية، مما أعطى انطباع بأن قد يكون هناك استدامة بشكل أكبر للعملات الرقمية، التطور بشكل أكبر. عندما ننظر إلى المعطيات بشكل عام هنا أستاذ دينا، قد يكون هناك تطور ملحوظ في الفترة القادمة. أعتقد بأن البلوك تشين قد لن يكون مقتصر فقط على العملات الرقمية، مما قد يعطي في الفترة القادمة إمكانية تطور أيضا التكنولوجيا المتواجدة في البنوك التقليدية باستخدام البلوك تشين. فأعتقد بأنه إيجاد أو تواجد العملات الرقمية بشكل شرعي، بشكل تنظيمي أوضح في الفترة القادمة، قد يكون أو يعطي الفوائد بشكل أكبر حتى للبنوك التقليدية. شكرا جزيلا لوجودك معنا، ضيفنا من عمان أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة أكويتي.